الشباب عاملين ايه؟ اعتمادكم مبسوطين في التريننج لحد دلوقتي؟ انا حسن، تالتة كومبيو. نتكلم النهاردة عن شوية بيزيكس في البايثون. ده لو انت شغال على ويندوز فانت هتضطر تنزل ويندوز، فانت ممكن تدوس على اللينك ده وتكتب داونلود بايثون، هتلاقيه في وشك. يعني ممكن تستعمل كذا اي دي اي، بس مينلي يعني ممكن تستعمل اتنين، في اس كود او باي شارب. ولو هتنزل باي شارب فنزله بالاكاديميك ايميل عشان هو بفلوس. ليه ممكن نستعمل بايثون؟ بايثون سهل، في لايبريز كتير، سهل توتوميت بيه اي تاسك، وموجود ممكن تستعمله في كذا حاجة مختلفة، كذا دومين مختلف، ماشين ليرنينج بس داتا ساينس ويب ديف ببلاش، اوبن سورس. طب تشوف الكود بتاع بايثون يعني موجود على النت عادي. طب بما ان احنا خدنا سيشن سي، طب ما نقارنهم كده مقارنة سريعة حتى في السينتاكس علشان نشوف يعني نلقط السنتكس بتاع بايثون. ده كود بسيط خالص، كل اللي هو بيعمله ان هو بياخد رقم من اليوزر وبيجمع ال even numbers من واحد لهذا الرقم. فاحنا اول حاجة في بايثون احنا ما ينفع، ما مش بنعرف حاجة، انت مش بتعرف variable والله انت ان بتساوي 5، لا مفيش كلام، الدنيا ابسط خالص، عادي يعني. عايز تكتب ان بتساوي 5، ان بتساوي 5 على طول، تحتها ان بتساوي string عادي، ان بعدها بتساوي 1 2 3 list عادي، هي dynamically typed. نرجع للمثال بتاعنا، احنا عايزين ناخد من اليوزر رقم، فاحنا عندنا function لذيذة في بايثون اسمها ايه، input، بتديك input. بس input دي ايه؟ زي مكتوب هنا بترجع string، فهي احنا ممكن ايه نكستها بمنتهى البساطة. طب بعدها عايزين ال variable اللي هنكاونت فيه عرفناه اهو موجود، بعد كده ايه نعمل ال for loop بتاعتنا، for i in range n، بعد كده نفس المودلس، سوري، بتساوي تساوي زيرو، نفس ال ايه sum plus equal i، ما قلناش اي حاجة، وكده تحت نبرنت السم. يبقى عندنا كود لذيذ خالص كده، 5 اديك 6. طب دلوقتي تعالى نبص على نظرة سريعة كده في الفور لوب. هنا اصلا احنا بنتريت من واحد لان وان معانا، فاحنا هنا بنتريت لو ان رينج وان، هي بتبدا الديفولت بتاعها من صفر لحد ان، وان مش معاك فانت والله عايز تبدا من واحد، خلاص واحد وان. طب والله عايز تبقى الان تبقى معاك بلس وان هنا. طب احنا عايزين ايه؟ نبقى ماشيين بستيبس اوف 1 مثلا، او ستيبس اوف 2، 1 ده الديفولت اوف 2 اوف 3. طب لو احنا عايزين فور لوب بالعكس، ستيبس اوف ماينس 1 عادي، كل شوية ايه رقم يقل، ده لما تحب تبدأ مثلا فور اي بتساوي 5، وان اي لازم تبقى اكبر من 0. طب حاجة كمان، انت هنا اصلا بتتحكم في مين الفور لوب بادية منين واخرها فين بكيرلي بريس، انت هنا عندك كيرلي بريس اصلا، هو بيعرف منين يعني؟ بالاندنتيشن، السبيسز دي هنا والله في سبيسز هنا وفي سبيسز، فهو ايه الكلام ده كده ايه جوه الفور لوب، والله الكلام ده كده في سبيسز هنا في ايه، يبقى ده الكلام ده جوه الاف كونديشن. طب لو احنا في كيورد ده اسمها باس، عشان انت مينفعش تسيب الاف كونديشن فاضية يعني، لو احنا طلعنا السام كده باس دي مبتعملش اي حاجة كده، دي بره الاف كونديشن، كده هي جوه الاف كونديشن. فاحنا هنا ايه في بايثون لازم ايه نحترم السبيسز. فهنرجع للسلايد، فاحنا لاحظنا ان مفيش مين فانكشن، فعادي دخلت كتبت في ما عملتش هاش انكلود، يعني انت في سي كان فيها هاش انكلود حتى لازم عشان تكتب الهالو وورلد بتاع، في ما عرفتش فاريبلز، مفيش سيمي كولونز، سبيسز فرقه، كود السي حرفيا شبه بص كود كده، انما التاني كود البايثون سودو كود سهل جدا. طب عايزين كده حاجة كمان، السي بتستعمل كومبايلر، كومبايلر ده بيترانسليت الكود كله بعد كده بيكزيكيوت الكود كله،
طبعا بيكزيكيوت اسمه ايه ده بالترتيب، بس هو بيترانسليت الكود كله في الاول. بايثون بقى مش كده، بايثون بيستعمل انتربريتر. الانتربريتر ده كل اللي هو بيعمله ان هو بيمشي سطر سطر من الاول، والله اكزيكيوت السطر الاولاني التاني التالت، ففي النهايه بنلاقي ان السي اسرع. فاحنا لو بصينا كده على مثال سريع كده، احنا هنا نلوب من صفر ل 100 مليون في الاثنين، بعد كده برينت. فاحنا في السي ادينا لو رنينا هلو ام اي تي اس ساعتها، انما هنا فواضح فرق سرعة. طب ايه بقى الكي فيتشرز بتاعت بايثون؟ بايثون دايناميكلي تايب زي ما قلنا، انتربريتد وقلنا الكلام ده، او بي اوبجكت اورينتد. فاحنا ايه هنشوف الكلام ده لسه كتير، بس دي فيتشر مهمة. بتالوكيتس الميموري دايناميكلي. انت في سي ساعات كتير بتحتاج انك تحجز حتة في الميموري وتم الوك وتري الوك والحاجات دي، لا انت في بايثون الدنيا اسهل من كده. جي او اي بروجرامينج سبورت. طب ما يلا بقى نكود ايه، ناخد اكزامبلز حقيقيه شويه. هنبدا كلامنا بالداتا تايبس. احنا لو عملنا برنت دلوقتي هيقول لك كل حاجه من دول تبع الانو كلاس، كل كلاس منهم عنده اتريبيوتس وفانكشنز خاصه بيه. فاحنا لو هنبدا كلامنا مثلا بالسترينجز، فاحنا هنبرنت السترينج بتاعنا اللي هو اسمه زد. فايه مثلا الاتريبيوتس اللي ممكن تكون عنده؟ مثلا زد دوت لور هيخليهم كلهم مثلا لور كيس. طب از لور، هل هما كلهم لور كيس؟ لو اكيد لا فبيقول لك فولس. ممكن عندك ايه، عندك ريبليس مثلا زد دوت ريبليس او ورد باي يونيفرس. طب لو انت بتحط حاجه مش موجوده، يعني لو حطينا دبليو ار دي سترنجايه مش موجوده، سب سترنج مش موجوده، ما غيرش حاجة. ممكن تكون كاتينيت، يعني انت عندك ايه بتساوي هالو ودي بتساوي حسن برنت ايه بلس بي، هي برنتو معاك. احنا نكمل الكلام ده بقى بالارقام مثلا. فاحنا ممكن نبرنت ايه الارقام مثلا، عملنا اكس على واي مثلا هي 1.5 تاني كده. طب لو احنا عايزين ايه انتجر ديفيجن، نحط علامة اسمه كمان، هيرمي اي مش بيراوند، هيرمي اي حاجة فيها اسمه بعد الفلوتينج بوينت وهيكمل. طبعا احنا عارفين مثلا المودلس، ففي فانكشن اسمها ايه ديف مود مثلا، هترجع لك الديف والمود. انا برنت بس اي بي اللي هما نفس الرقمين. بس عايزين نلاحظ حاجة، ان اهو في فانكشن بترجع حاجتين، رجعت ده وده. واحنا فعلا في فانكشنز في بايثون ممكن ترجع اكتر من حاجة، عكس سي مثلا او سي بلس بلس انت لازم ترجع حاجة واحدة بس. اخر حاجة لو عايز مثلا 2 باور 4 هتبقى المنظر ده، ممكن تستعمل باو مثلا ف 2 باور 4. ننتقل مثلا الى الليست. فاحنا عندنا ليست مثلا اسمها ال، جواها 1 2 3، جواها عادي سترينج عادي، انت مش لازم يكون عندك نفس الحاجات في السترينج، معكس لانجوجز تانية كتير. أي حاجة بقى. 4 وقت برنت ال L. ممكن يكون عندك ليست جوه، انت ممكن يبقى عندك ليست جوه اسمها 7 9 9، فانت برضو ممكن عندك ايه حاجات كتير ممكن تعمل. مثلا انت ممكن تأبند ازاي، مثلا عايز تزود حاجة ال دوت أبند، هتزود على آخر واحدة حاجة اسمها نيو مثلا. عايز تشيل آخر واحدة مثلا ال دوت بوب، ممكن اهو شايل آخر واحدة. طبعا دي الأراي بتاعتنا، شايل الليست اللي هي آخر واحدة وتبقى الباقي.
طبعا انت ممكن بقى ايه، عندك فانكشنز كتير بقى، عندك فانكشنز تشيل بقى في اي حتة بقى، ممكن تديليت الليست يعني لو عندك ديل ال، هي ده ممكن تشيل على اي حاجة مش على الليست بس، هيقول لك والله انا معرفش ايه ال ال. تعال نفكر في حاجة تانية، لو احنا عملنا فكرنا في الفور لوبس مثلا زي ما كانت، احنا ان رينج مثلا لو اخدت مثلا ايه 1 ل 4 كده، كان ايه اللي بيحصل؟ كان بياخد الاندكس 1 لحد 4 و 4 مش معانا، فايه اللي هيحصل كده؟ هيبقى نفس الحاجة فعلا، 0 1 خد ال 1 2 3 و 4 مش معانا، طب اهو نفس الحاجة بالظبط من 0 ل 4، وبرضو لو كملنا هيبقى ال steps مثلا كده هيمشي steps of 2 من 0 ل 4. طب لو عايزين نريفرس مثلا حاجة يعني مبدئيا قبل ما نريفرس، لو عملت list of minus 1 هل ده index out of bounds مثلا؟ لا ده مش حقيقي، هيجيب لي آخر حاجة اللي هو كانت الليست دي، مبلاش عشان list عشان اللخبطة، ممكن نخليه character، هيجيب لي آخر حاجة موجودة character. فاحنا لو عايزين نريفرسها مثلا والله كل الحاجات من الأول للآخر، وفي الستيب حط minus 1 reversed. ما انت لو عملت برضو نفس الكلام كده مثلا كده، طبعا لين اوبريتور لسه معانا، فوالله من الاول لحد 5. ده بالنسبة للليست. طب احنا بالنسبة لو عندنا مثلا ليست تانية وعملناها ال دوت كوبي، عايزين نقارن حاجة، وجينا عايزين بقى ايه ال 2 دي وأبندينا فيها ايه نيو ايتم، عايزين نبرنت L2 و L، فهما النيو ايتم ده اتأبند للليست التانية بس، يعني هما مفيش أي تأثر ومفيش أي علاقة بينهم لو استعملنا دوت كوبي. طب لو عملنا ده اسمه شالو كوبينج، طب لو عملنا سويناهم ببعض على طول ايه اللي هيحصل؟ والله لأ ده هما أصلا كده بقوا نفس الليست، فانت لو عملت ابند في واحدة هيعمل ابند في التانية، ودي حاجة بتجيب بوكس كتير جدا في الاول. استكمالا ممكن نتكلم عن التوبلز، فاحنا لو عندنا توبل مثلا اسمه تي، ده داتا ستراكشر تاني كتب مثلا بالمنظر ده، التوبلز هو عايز تاكسس مثلا اول واحد عادي print t of 0 t of 2 t of 3 عادي جدا، بس التوبل بتتميز بحاجة كده انها مينفعش تتغير، يعني مينفعش اقول t of 0 مثلا equal 9، هل ده ينفع؟ لا مينفعش، هيضرب في وشي. بعكس الليست، انا في الليست عادي ممكن اعمل كده، احنا لو رجعنا ورا وعملنا الكلام ده في الليست اشتغل عادي جدا وهتكمل عادي جدا، بس هي التوبلز مصممة لحاجة شبه كده. انت ممكن تقعد برضو يعني انت جبت T2 وبقى توبل جواه حاجة تانية مثلا ABCD وعملت ايه T3 بتساوي T plus T2، لا يحصل ان هو هيخليهم كلهم في بعض يعني 1 2 3 اهي، يعني اكنهم بقى توبل واحد هو ايه دمجهم في بعض. في ايه تاني داتا ستراكشرز موجودين في بايثون عادي ممكن تستفيدوا في ديكشنري، فانت مثلا ايه نيم و age، فانت عايز تبرنت عادي جدا مثلا، انت ممكن تبرنت الدكت كله عادي جدا، لا انا عايز النيم مثلا. طب لو حطيت حاجة مش موجودة اهو اضرب في وش ايرور. طب في حاجة تانية لذيذة في الديكشنري اسمها dict dot get، وتكتب ايه النيم، هي فرقت في ايه؟ ان انت هنا في ديكت دوت جيت مثلا ممكن تدي فاليو ديفولت، انها لو انت الكلام ده الفاليو دي الكي دي مش موجودة هي اللي هتطلع لك، طبعا هو بيتسايف في كي وفاليو، فايه هيقول لك ايه لا والله نيم ده موجود، طب لو النيم ده مش موجود يقول لك نوت فاوند، مضربش ايرور في وشك. عايز تقعد في الديكشنري مثلا، فانت ممكن تعمل dict
اوف مثلا تيم وتساويه مثلا ب ام اي ده كده وبرنت الديكشنري، انت عملت والله كي جديد قصاده فاليو جديدة. طب عايز تشيل عادي جد ديكت دوت مثلا بوب وشيل الاتش، وبرضو هتلاقي فانكشنز كتير. واخر حاجة معانا السيتس مثلا، فاحنا عندنا مثلا سيت، احنا هنحاول برضو نبعد عن الكي فاليوز، يعني ما نسميش حاجة سيت، ما نسميش حاجة ليست، لان الحاجات دي هو هيشتغل عادي بس ممكن تبقى سبب لباجز في المستقبل يعني. فمثلا لو عندنا سيت اس بيساوي 1 2 3 3 3 2 وجينا نبرنت، فهو السيتس دي بتتميز انها مش بتقلو اي دوبليكتس، يعني اي دوبليكتس بتشيلها. فانت حتى لو عملت اد، يعني انت عملت اد الاربعة مثلا، هي مش ثواني، انت عملت اد الاربعة بعد كده هتبرنت هيحطه عادي. بس لو عملت اد لحاجة فيها دوبليكتس، يعني مثلا عملت واحد عمره ما هيحط، هي عمرها ما فيها دوبليكتس، فانت لو عايز تشيل الدوبليكتس من ليست مثلا، انت عندك ليست فيها الكلام ده وعايز تشيل الدوبليكتس دي، دي 2.1 يعني خلاص خليها 2.1. فانت ممكن تعمل كاستنج زي ما كنا عملنا في الاول خالص الكلام ده، ان هو يبقى سيت وبرنت الليست سيت مفهوش ولا اي شيء مكرر. هنكمل كلامنا ونتكلم عن الفونكشنز في بايثون. فونكشنز في بايثون السينتاكس بتاعها بسيط جدا، بتكتب ديف بعد كده اسمها بعد كده البارامتر زي هي بتاخد P1 P2 كفاية P1 P2 مثلا، هتريتيرن P1 و P2 ومش لازم تريتيرن لو مش عايز، يعني شبه الفويد عادي. بعد كده بتناديها عادي نيم 1 نيم، وبعد كده اد تساوي لو عايزين نشوف الاد ده نبرنت 3. طب دلوقتي احنا ممكن نرجع كذا حاجة، يعني احنا زي ما شوفنا في ديف مود مثلا، هي كانت بترجع الديف والمود نفس الفانكشن. طب احنا ممكن نعمل نفس الحاجة يعني، وده حاجة مكنتش موجودة في سي او سي بلس بلس، يعني انت ممكن ترجع والله P1 ماينس P2 و P1 مضروبة في P2 بعد كده ايه اد سب مال وتبرنت التلاتة. طب الفانكشن بترجع دلوقتي 3 حاجات، هل انا مثلا مش عايز والله subtraction دي، مش لا مش جاية مش مفيدة، في convention مشهور انت ما ينفعش طبعا تشيل دي كده وتقول والله انا مش عاوزها ايه دي بقى خلاص، ما ينفعش خالص، هو يقول لك ايه convention مشهور بقى في الحوار ده، ان انت بتحط underscore مكان اللي انت مش عاوزه وما بتستعملوش، بس تستعمل اللي انت عايزه وتطلعه لك عادي. فاحنا عايزين نجرب دلوقتي نكتب ايه فانكشن بسيطة جدا، كل اللي هي بتعمله انها بتاخد الفولدر ده وترينيم الفايلز دي او الصور دي زي ما هنقول دلوقتي. فاحنا مبدئيا هنimport OS، فـ OS library هي اللي بتهندل الحوارات دي، فايه ندفاين رينيم وهي بتاخد ايه اسم الفولدر. فمبدئيا احنا عايزين نعرف ايه اللي جوه هنا، فايه names بتساوي OS عندها ايه method كده اسمها ايه list dir تاخد folder. فاحنا لو هنprint names مثلا دي عشان نشوف دي بتعمل ايه مثلا، فايه ونادي rename من تحت الفولدر بتاعنا اسمه images، ترجع لنا اري فيها ايه اسامي الفولدرز. فاحنا بقى هنيتريت بقى جوه الاري دي والله، ايه نشوف بقى فور نيم النيمز دي اسمها دلوقتي فور ايتش، ما كناش اتكلمنا عنها، بس هي الفرق انها مش بتيتريت بقى في اللوب، ان انت طبعا انت عايز
تريد فروم اي ان رينج اللينس بتاع الاري ونيمز اوف اي وهكذا، مش هيجرى حاجه عادي. بس ده بيسرع الموضوع، ان انت نيم دي النيم الواحده هي اول اوبجكت في الليست، تاني حاجه في الليست وهكذا. فاحنا بقى عايزين رينيم، ف او اس دوت رينيم، فاحنا هنرينيم ايه؟ الفولدر والنيم بتاعه، هنرينيم مثلا ونرجع فولدر. فاحنا مبدئيا بس عايزين نرينيم ايه؟ بس عايزين ايه مثلا؟ نشيل شيبس الكلام ده ونخليها سيركلز. فوالله اف نيم كونتينز نيم دوت كونتينز، طبعا الحاجات دي هتلاقيها على النت عادي الميثودز يعني. فكونتينز مثلا شيبس، ساعتها نرينيم فولدر نيم، وبعد كده نرينيم الفولدر بلس نيم، وبعد كده نريبليس بقى ساعتها كلمة شيبس بمثلا كلمة سيركلز زي ما كنا شوفنا. ولو رنينا دلوقتي هنلاقي ان فعلا الشيبس كلها اختفت، ولو كان في حاجة في الفولدر ده اسمها مش موجود فيه شيبس كانتش هتخش الاف كونديشنز، وما كانتش الاف كونديشن وما كانتش ساعتها اسمها يتغير. عايزين نتكلم دلوقتي عن ايه؟ حاجة اسمها لامدا فانكشن. لامدا فانكشن دي مبدئيا ده السينتاكس بتاعها، لامدا اكس واي اكس بلس واي، لو عايزين نناديها برنت اهي اد 1 2 رجع لك تاني. فايدتها ايه لامدا فانكشن؟ هي مبدئيا غير مناسبة للبلوكس كبيرة الكود مثلا، هي مناسبة لو فانكشن ان لاين كده، مناسبة ان انت تستعملها، هي مستخدمة بكثرة في الجافا سكريبت مثلا، ان انت في الايفنت ليسنرز مثلا والحاجات دي. عايز تباصها فانكشن مثلا، انت ممكن تباص فانكشن كبارامتر، انت ممكن تباص الفانكشن العادية برضو يعني، بس هي مثلا def function هتاخد ايه؟ فن ورقم print fun of x. فاحنا لو جبنا function دي ممكن تبعت لها ايه؟ لامدا بتاخد x ترجع ايه مثلا؟ x power 3. والله لا، خليها x power 4. انت ممكن تبعت ايه؟ بمعنى ان انت ممكن تبعت اهو function كبارامتر، وانت برضو ممكن الفانكشن اللي تتبعت تبقى فانكشن عادية يعني. انت اهو ديف سكوير اكس بترجع السكوير عادي، ممكن جدا ايه تيجي هنا وتبعت الفانكشن اللي اسمها سكوير. بس نلاحظ ان احنا هنا ايه ما حطيناش ايه القوسين دول، ان انت ايه انت مش بتنفذها، لا انت بتبعت الفانكشن نفسها. طبعا ايه ما ينفعش لو بعت مثلا حطيت 5 هنا، ما ينفعش برضه. لا انت بتبعت ايه الفانكشن نفسها، انت مش بتنفذها، هي بتنفذ هنا ليست. فنتكلم في توبيك كده لذيذ اسمه ليست كومبريهنشن. احنا عايزين نعمل ليست فيها الارقام من 1 ل 50 مثلا، فاحنا ممكن نعمل عادي فور اي ان رينج 50، اعرف بره ليست كده الليست فاضية، منساش الاندنتيشن ال دوت ابند اي كي برنت ال. التاسك بس لما نعملها بطريقة كول اكتر واسرع اكتر، احنا ممكن نعمل ايه؟ هو ده list comprehension اللي بتساوي i for i in range 50 معنى list، منتهى البساطة اللي في الداتا. طب لو احنا ممكن نعمل بقى ايه؟ نعمم الكلام ده بطرق اكتر. فاحنا ممكن ايه يبقى عندنا ايه list مثلا مكونة ايه
من 1 2 3 4 5، عايز اعمل ليست تانية. فانا هعملها ان اقول ليه هي عبارة عن اي في 2 فور اي ان ال من البرنت كده. هو جاب لي الليست دي وعملها كلها في 2، فالموضوع ده فعلا منطقي جدا. طب حتى في السترينجز، يعني احنا ممكن نتكلم في ندي مثال سريع في السترينجز. فاحنا عندنا مثلا ايه list of strings مثلا اسمها ايه، عندنا حسن احمد عبد الله. عايزين نعمل ايه string تاني، list تانية. فاحنا ايه مثلا عبارة عن احنا ايه هي بلس بلاش نيم يعني نيم دوت اوبر فور نيم ان نيمز، نبرنت بقى الكلام ده. هو عندي هي حسن، نحط سبيس عشان بشكلها احلى. ماشي، هي حسن، هي احمد، هي عبد الله، وفي كل حاجة منهم النيم بقى اوبر كيس. فاحنا حتى ممكن ايه ناخد الموضوع ده ايه في حتة ابعد شوية، ان ممكن في list comprehension يكون تاخد مثلا ايه function او تاخد تبقى فيها ايه if else. فاحنا مثلا عندنا function اسمها ايه ايا كان بقى square مثلا، تاخد num وترجع ال square بتاع ال num. فاحنا ممكن نقول ايه ان ال بتاعتنا ايه هي square of i. طبعا i ده رقم براحتنا يعني اسم براحتنا، ده dummy variable for i in range 50 وبرنت ال ال مبقاش 50 ده كتير 10. فعلا طلع لنا الكلام. طب ما نحط اف كونديشن، والله اف اي نوت تو، يعني لو الرقم ده ايفن فاحنا هننفذ الكلام ده. إلس هتحط ايه لو الرقم اود؟ حط زيرو ورنينا، والله هو زيرو هيفضل زيرو، والله ده اود فهتبقى زيرو. بعد كده احنا هنا 2 فايه هتبقى ايه المربع بتاعها، وبعد كده الرقم اللي وراه اود بعد كده وبعد كده. طب احنا لو حطينا الاف دي على اليمين بتاكت از فلتر، يعني احنا ايه لو جبنا ايه اف اي مود 2 ايكوال ايكوالز زيرو بتشيل الاودس، يعني هي لو مش بتساتسفاي الكلام ده فهي هتشيله من الليست اصلا. دلوقتي اخر حاجة خالص، انت ممكن تكتب الفانكشن هنا عادي، ده الفانكشن دي البودي بتاعها، وتناديها في سكريبت تاني خالص تمبورتها او فروم تيست امبورت دو سمثينج. او ممكن تعمل ايه امبورت استك كي اي امبورت كل حاجه. فاحنا لو رنينا دلوقتي هنلاقي عمل برنت للور وفي مرتين. طب ده شيء غريب جدا، لو عمل لك كومنت دي اي برنتها مره واحده. طب ده ليه؟ لانك لما بتمبورت هو بيروح ينفذ كل اللي. طب ده حاجه شو كده بنحلها ازاي؟ حاجة بنلاقيها كتير جدا في الأكواد بتاعة البايثون، if dunder name بتساوي dunder main. فاحنا لو جينا هنا ورنينا هنا مش هيديك أي حاجة، لو رنيت تاني برنت مرة واحدة. طب لو رنيت من هنا هيبرنتها مرة واحدة. طب ما ايه ده اندر نيم دي؟ احنا لو عملنا كومنت لكل الكلام ده عملنا برنت لدندر نيم، لو انت عملت برنت دندر نيم بتاع السكريبت ده اللي انت رميت منه هيقول لك ان هو مين. طب من السكريبت التاني
بسمو تيست، فمن هنا بنعرف انت بترن من انو سكريبت، فعشان كده ايه ما ينفذوش كله.